أقيمت في العاصمة صنعاء فعالية تأبينية للشهيد خالد الرضي بحضور شخصيات سياسية واجتماعية رفيعة. جموع قفيرة من أبناء العاصمة صنعاء وشخصيات سياسية واجتماعية جاءت لإحياء أربعينية الشهيد خالد الرضي الذي فقد الوطن برحيله هامة وطنية شامخة في كل المحافل، وآخرها مقارعة العدوان على اليمن وكشف جرائمه للخارج. من أفضل الرجال في كل المجالات وفي كل المواقف أيا كان نوعها، بكل وطنية وإخلاص متجرد من المصالح والأنانية، عمل في كل المجالات منذ عرفناه بقوة وباندفاع كبير. كان له دور كبير في إيصال رسالة اليمن للخارج فيما يخص العدوان وأضرار العدوان على بلادنا. الشهيد خالد الرضي هو يعني رجل نادر في عمله، رجل بمعنى يعني رجل. العقيد خالد الرضي الذي نشأ في بيئة زاخرة بالتضحية وفي أسرة انخرط معظم أفرادها في مسيرة الكفاح الوطني، ومن هذه البيئة استلهم الشهيد أفكاره النضالية ومبادئه الوطنية، وسطر أروع أمثلة الفداء في حب الوطن بنضاله الذي كان له حضوره الفاعل والمؤثر في مواجهة العدوان. بدوره كان من الشباب الذي يبذل جهود خيرة ويسعى في الخير دائما. نترحم عليه ونقول رحمة الله عليك شهيدنا خالد، ولن ننساك مهما طال الزمن. وها نحن اليوم في الأربعينيات الخاصة بهذا الرجل الوطني الشريف خالد أحمد الزيد الرضي، نعزي أنفسنا ونعزي أسرته وذويه. نحزن كما نحن حزينون من يوم موته وفراقه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالرحمة ويسكنه الجنة. وهو من الشباب الذين عملوا في جميع مجالات الأعمال السياسية والتنظيمية، كان رجلا نشيطا. شغل الشهيد منصب نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر، وعمل بحماس وبسالة كبيرين، حيث أفنى حياته من أجل الوطن وفي خدمة قضاياه النبيلة السامية، تأكيدا على متانة المبادئ ورسوخ القيم التي عاش يكافح من أجل انتصارها، كما عرف بين أصدقائه بدماثة أخلاقه وحسن سجاياه. مثال للكفاءة ومثال للخلق ومثال لتمثيل آل الرضي الذين يتحلون بالأخلاق الحميدة والصفات المجيدة. رحمة الله على الأخ خالد الرضي، ولن ننساه وسيظل في قلوبنا حي بأعماله. نحن في إحياء الذكرى نحييها بافتقادنا الأخ الشهيد خالد أحمد الرضي، ونترحم عليه وكما افتقدناه في هذه الأيام. لقد كان من خيرة شباب، أنا عرفته أكثر من 15 سنة، وكان من أعز الزملاء والأصدقاء. رحمة الله عليه وتعازينا لنا أولا ولأهله وجميعه وأولاده. منذ 40 يوما شهدت العاصمة صنعاء مسيرة جنائزية مهيبة خرجت لوداع الشهيد خالد الرضي، عبرت فيها عن حرصها على وحدة الصف الوطني والتفافها حول قيم التعايش والديمقراطية والتسامح السياسي والفكري. خليل سفيان، اليمن اليوم.